ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله عز ربا وخالقا وجل إلها ومالكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا ربه وأجاب وسلك طريق الصواب، صلى الله عليه وعلى آله وجميع الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني بكم ضمن هذه السلسلة الجديدة أن يجمعنا في ظل رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحياكم الله وبياكم، وأسأل المولى عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي في الله، يتجدد اللقاء بكم ضمن هذه السلسلة الجديدة التي عنوناها بأعمال يسيرة بأجور كبيرة، وعنوان حلقة اليوم كيف تبني بيتك في الجنة. أقول وبالله التوفيق. مما يحكى أن واليا أراد أن يبني مسجدا، وأراد أن لا يشاركه في بنائه أحد، لا بمال ولا بغيره، لا بكبير ولا بصغير، وزاد على ذلك أن حذر وأنذر كل من سولت له نفسه أن يفعل ذلك، وأقام على ذلك عسسا وحرسا. وبالفعل بدأت الأشغال ولم تنقطع لا ليل ولا نهار حتى أتم بناء المسجد ووضع اسمه على بابه بحروف كبيرة بارزة. في ليلة من الليالي رأى الوالي في منامه أنه واقف على باب مسجده الذي بناه، وهو يعرفه جيدا بالطبع، لكن الأمر الذي لا يعرفه أن اسمه تغير، وأن اسم امرأة موضوع على الباب ولا يعرف ذاك الاسم. استيقظ فزعا وأرسل جنوده ينظرون هل ما زال اسمه ثابتا على الباب أم تغير. أكدوا له أن اسمه موجود على باب المسجد، فقال لعلها أضغاث أحلام. لكن في الليلة الموالية رأى نفس الرؤيا ونفس التفاصيل تتكرر، اسم امرأة عوض اسمه على باب المسجد، ففعل نفس فعله وأرسل الجنود يتحققون، فأجابوه بنفس الجواب الأول. لما كانت الليلة الثالثة تكررت الرؤيا، فقام ونادى على الجند وأمرهم أن يبحثوا له عن امرأة اسمها كذا وكذا، كان قد حفظ هذا الاسم من تكراره في الليالي الثلاث. وبعد بحث مضمن وجدوا الاسم ينطبق على امرأة عجوز فقيرة لا تكسب من حطام الدنيا شيئا. فسألها الوالي: هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته؟ فنفت جملة وتفصيلا، وهي الفقيرة المعدومة، وقد سمعت تحذير وتهديد الوالي لمن ساعد في البناء. ألح الوالي عليها
وكرر السؤال كل مرة، لكن بدأ يرفق بها ويطلب منها أن تتذكر جيدا، فهي امرأة عجوز سرعان ما تنسى. سكت حينا من الوقت، وسكتت المرأة العجوز كذلك، ثم قالت: وهل يعد تقديم الماء لفرس تحمل الأخشاب مربوطة بحبل إلى وتد في الأرض وبقربها دلو ماء سطل ماء لا تستطيع الوصول إليه، هل يعد هذا من المساعدة في بناء المسجد؟ أطرق الوالي رأسه ثم رفعه وقال: إيه، تقريب سطل ماء إلى فرس أعظم عند الله عز وجل من بناء كله. أمر الوالي بأن يغير اسم المسجد وأن يوضع اسم المرأة العجوز على بابه. أحبتي في الله، إن الله عز وجل قد أثنى على من يعمر مساجد الله، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن من عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها، ويدخل هذا الفعل أيضا في الصدقة الجارية ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل زهيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. حديث مشهور محفوظ. بناء مثله في الجنة يحتمل أمرين: أحدهما بنى الله له تعالى مثله في المسمى البيت، أما في صفته في السعة وفي العظم فمعلوم فضل الجنة أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المعنى الثاني المحتمل أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، وسواء كان الأمر الأول أو الثاني فالجزاء عظيم والأجر جزيل، لكن ليس كل واحد يستطيع بناء مسجد، فالإنفاق لرفع المساجد وبنايتها وعمارتها هذا مكلف جدا. انتظر، لا تذهب، واسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وغيره بسند صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات لبيضها أو أصغر بنى الله له به بيتا في الجنة. ما هو المفحص وما هي القطاة؟ تابع معي هذا الشريط ثم نعود لمتابعة الحديث. هذا هو طائر القطاة، وهو نوع من أنواع الحمام، وسميت قطاة لحكاية صوتها. ومفحص بفتح الميم والحاء موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كذلك، كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه، والفحص البحث والكشف. وتخصيص القطاة من الطيور لأنها لا تبيض لا في شجرة ولا على رأس جبل، فهي تجعل مجثمها على بسيط الأرض، ولذلك شبه به المسجد. قال أهل العلم: وهذا مذكور للمبالغة،
أي ولو كان المسجد بالغا في الصغر إلى هذا الحد الذي رأيناه في الشريط. وقيل هذا خرج مخرج الترغيب بالقليل مخرج الكثير، فمن شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته، وله أجر آخر على إعانته غيره على البر والتقوى، إذ لولا الاجتماع منهم ولو بالقليل لما بلغوا ذلك الكثير، ولما قام بناء المسجد أصلا. فالأجر أجران، أجر الإنفاق وأجر المساعدة والمعاضدة. وقيل، وهذا من أوسع ما قرأته، أن ذلك يشمل كل عمل أو جهد أو خدمة تقدم لبيت الله عز وجل، فكل ذلك يدخل في عمارتها وبنائها وصيانتها وترميمها وتجديدها، وحتى من وقف بناء قديما كان عنده ليصلى فيه فصار مسجدا، كل ذلك يدخل في بناء المسجد. واستدل على ذلك بأحاديث، منها ما صححه أهل العلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد، سهم واحد يدخل به الله عز وجل الجنة ثلاث: الذي صنعها محتسبا الأجر عند الله، والذي رمى بها محتسبا الأجر عند الله، والذي أمده بها لرميها محتسبا الأجر عند الله. واستدلوا كذلك بالحديث المشهور للمرأة السوداء التي كانت تقم المسجد النبوي رضي الله تعالى عنها، فكانت تزيل عنه القذى وتزيل عنه الخرق والعيدان وتنظفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفها، فماتت ليلى ودفنها الصحابة من غير أن يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. مرت أيام افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها: أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: لقد ماتت يا رسول الله ودفناها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل لا أخبرتموني؟ دلوني على قبرها. فصار الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا قبرها، فقالوا: هذا قبرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها وصلى عليها، فهنيئا لها، وما ذاك إلا لفضل خدمة بيوت الله. ارعوا معي بقلوبكم قبل أسماعكم لهذه الكنوز العظام والفضائل الجسام، وابنوا بيوتكم في الجنان بأقل جهد وأقصر وقت، وذاك بالإمكان، فاستعن أولا بالملك الديان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. دعاء دخول السوق: يبنى لك به بيت في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. هل نعجز على سد الفروجات في الصلاة جماعة، سواء في البيت أو في المساجد؟ هل نعجز على سد الفروجات؟ كم حرمنا من الخيرات بعدم سد الفروجات. واسمع إلى سيد البريات إذ يقول عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. الصبر والحمد والاسترجاع على فقدان الولد: يبنى لك بيت في الجنة. إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول سبحانه: قبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قولك: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن تقول الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، يبنى لك بيت في الجنة. قراءة سورة الإخلاص 10 مرات: أهذه كذلك نعجز عنها؟
قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. صلاة الضحى 4 وقبل الظهر 4، من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، الأولى أي الظهر، بنى الله له بيتا في الجنة. من ترك المراء، الخصام، الجدال الذي لا طائلة منه، بنى الله له بيتا في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. زعيم ضامن كفيل، وكفى بالنبي عليه الصلاة والسلام ضامن وكفيل. يقول: أنا ضامن، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. من ترك الكذب وإن كان مازحا بني له بيت في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. حسن الخلق يبنى لك بيت في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الإسلام والإيمان واتباع النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. سبحان الله، لمن أسلم وآمن يبنى لك بيت في الجنة، في أعلى وفي وسط وفي ربض، أي حوالي الجنة. أحبتي في الله، صلاة ببيت في الجنة، دعاء ببيت في الجنة، سد فرجة ببيت في الجنة، صبر استرجاع احتساب ببيت في الجنة، قراءة سورة الإخلاص ببيت في الجنة، ترك سيء الأخلاق من كذب ومراء ببيت في الجنة، إسلام وإيمان ببيت في الجنة، اتباع سيد الأنام ببيت في الجنة. أليست أعمالا يسيرة بأجور كبيرة عظيمة؟ فعطايا الله تترى وخزائنه ملأ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم وفقني وأحبتي إلى كل فعل حميد وعمل سديد وقول مفيد، واكتب لنا من خيري الدنيا والآخرة كل مزيد يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى ضمن هذه السلسلة الجديدة المباركة، أعمال يسيرة بأجور عظيمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.